السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا هاد الشي كتاكلوا، شوفوا التحميرة اللي كتحليكم، شوفوا اش كتاكلوا، كتاكلوا غير المراد بالعلالي. شوفوا هذا مراد بالعلالي، شوفوا اش كتاكلوا، هاد الشي هو اللي كتاكلوا. كتاكلوا غير الفيران، كيقول لك راه بنادم مريض، راه بنادم فيه الكونسير، راه بنادم فيه السيدة، راه بنادم فيه السكر، راه بنادم راه دري زايد معاق، راه بنادم ما كيهضر، راه بنادم كلشي ديرتو لكم الا الدوله ديالكم، ما كايناش مراقبه. شوفوا الناس علاش كتلوحوا في الانتخابات، شوفوا ديك 4000 اللي كتشدوا، وديك 8000 وديك 10000 اللي كتشدوا، شوفوا اش دارت لكم. راه ما كان اللي كيهضر عليكم، تقول الناس كل واحد بغى الفلوس. شوفوا لو بتلوحوا الانتخابات وبتلوحوا على الشعب ولو عارفوا علاه متلوحوا، شوفوا الناس اللي كيهضروا عليكم، شوفوا اش كتاكلوا، شوفوا اش كتاكل، شوفوا هاد الناس اللي كيمرضوا، هاد السيده وهاد الكونسير وهاد العياد مساكين اللي غاديين عوجين. الراجل دابا مثل قد يدخل الجامع وج ما قد حتى الصلاه يصلي مقاد. شوفوا اي حاجه بغا يديرها ما مقادش، ما مقاد لا في نعاس لا في ماكله لا في لبس لا في والو، كلشي رجال عوجين والعيالات عوجين، الدنيا وارمه. شوفوا راه هادشي اللي ورمكم، ها الفيران، ها ماكلة الفيران اللي كتاكلوا. شوفوا فين غاديين، شوفوا الاسرار ديالكم فين غاديه، شوفوا هذا راه واقع، واقع. شوف شوف واش كتاكلوا، راه ما شاء الله. شوفوا الدولة ديالكم، شوفوا الناس المسؤولين عليكم، الناس اللي كيهضروا لكم، الناس اللي كيهضروا على المواد الغذائية، شوفوا الناس اللي كيهضروا على المواد الغذائية. شوف واش راه غير اللي باين، هادشي غير اللي كان فيه شي شوية اللي واضح، اللي تسرق ولا اللي مدرج هذاك الشيء ما يعلمه الا الله. كتاكلوا الحمير وكتاكلوا الفيران وكتاكلوا اللحم، كتاكلوا غير هكاك. صحاب نتوما هاد اللحم اللي كتاكلوا، كتاكلوا اللحم راه ما كتاكلوه. شتو المواد الغذائيه كلها ريفيرم، ما كاينه معنا، كتاكلوا غير المرض. وماشي غير نتوما، حتى حنا كليناه، حتى حنا كليناه معاكم بحالنا بحالكم. شوفوا هاد الناس المسؤولين عليكم، وهاد الناس اللي كيهضروا عليكم، وهاد الناس اللي كتلوحوا عليهم في الانتخابات، وهذاك 4000 اللي كتشدوه. شوفوا فين كيحنقزوا، شوف هاد الناس اللي كيضربوا على مناصب، هضروا غير على هاد الشيء. هاد الناس اللي طلعتوا هضروا غير على هاد الشيء. ايه هاد الشيء يا ودي، حيدوا للشعب ديالكم، خلوا الشعب ديالكم راه مسكين، خلوه غير فين فين غير يعيش بصحته، ما تخلوه مسكين مريض. مرضتوا الناس مرض عقليين، ومرضتوا مرض مزمن، ومرضتهم ما يسمحوا لكم الى امام الله. انتم اللي مسؤولين على هاد الشيء، ما يسمح لكم الشعب الى امام الله، راه ما نسمحوا لكم الى امام الله. انتم اللي مسؤولين على هذا الشيء، وانتم اللي كتوكلوا الناس المرض، راه ما نسمحوا لكم الى امام الله، ما نسمحوا لكم إلى